أهلا وسهلا مرة أخرى. ننهي الأسبوع هذا بهذا الإكزامبل. A three phase 765 كيلو فولت 60 هرتز 300 كيلومتر completely transposed line has the following positive sequence impedance and admittance. Z اللي هي عبارة عن 0.0165 plus J 0.3306 اللي هي طبعا هذه قيمتها لو حولناها in polar form لأنها complex number ohm per kilometer, بينما ال Y admittance equals to J 4.674 في 10 أس ناقص 6 Siemens by kilometer. Assuming positive sequence operation, calculate the exact ABCD parameters of the line. Compare the exact B parameter with that of the nominal pi circuit. ممتاز. طبعا المعطيات في البداية هذه ساعدتني ان انا اقدر احصل على هذه القيم بطريقة او باخرى, يعني حتى لو ما اعطاني هي انا يكفيني انه الان انا عندي الزي والواي, ومن الزي والواي انا اقدر احسب الاي بي سي دي بارامترز. موضوع اخر انه طالما انه قال لي 300 كيلومتر فانا هستخدم الابروكسيميت او النومينال باي ولا الايكوفالنت باي اللي هي خاصه بالاكزاكت اي بي سي دي. طبعا اللاين الان لونج فما حقدر اتعامل مع الابروكسيميت سوليوشن, حيكون التعامل مع الان مع الاكزاكت سوليوشن مع الاكزاكت اي بي سي دي بارامترز. طيب اول ما حبدا هحتاج ان انا اجيب الكاركترستيك امبيدنس. الكاركترستيك امبيدنس احنا قلنا هي عباره عن ايش؟ جذر الزي على الواي, اللي هي ايش؟ جذر 0.0, او خلينا نحطها احسن تكون اسهل لو انها بالبولر 3310 والزاوية 87.14 على J, إذا ما حبيت حتى استخدم ال J أقدر أقول 4.674 في 10 أس ناقص 6 90, لأن هذه هي ال J. الجواب النهائي حيطلع معايا 266.1 والزاوية minus 1.43 أوم. ممتاز. الآن أبغى أوجد جاما وأضربها برضو في L مرة واحدة, هي عبارة عن جذر ال Z في ال Y مضروبة في ال L اللي هي إيش؟ جذر ال 0.331 87.14 multiplied by والزاوية في 10 أس ناقص 6 والزاوية 90 كده مضروبة في 300. طبعا 300 خارج الجذر. الجواب النهائي ايش يساوي؟ point 3731 والزاوية 88.57 ohm. ممتاز. طيب لو حبيت اعرف الان قيمة ال A كم, اللي احنا عارفين ان هي قيمة ال D ايش بتساوي؟ هي بتساوي كوساين هايبربوليك للجاما L. معناته لو اخذ الكوساين هايبربوليك لهذه القيمة راح يطلع معايا الناتج 0.93133 والزاوية 0.209 per unit. B equals to Z characteristic اللي هي characteristic impedance في sine hyperbolic للجاما L, which should be equals to Z طبعا اللي هي هذه القيمة
طيب إذا بأخذها كلها ما عندنا مشاكل. كوبي في ساين هايبربوليك لي زيرو بوينت ثري سبن ثري ون والزاوية ايتي ايت بوينت فايف سبن الناتج راح يساوي نايني سبن والزاوية ايتي سبن بوينت تو اوم. ابغى اذكر حاجة انه حساب الكوساين هايبربوليك والساين هايبربوليك لكومبلكس نمبر قد يحتاج إلى آلة حاسبة أو برنامج زي ماتلاب أو غيره لحسابها، أما بالآلات الحاسبة العادية تحتاج إلى طريقة اللي هي في الغالب راح نعتمد على أويلر رولز أو غيرها. C equals to 1 divided by characteristic impedance for sine hyperbolic gamma L, which should be equals to 1 divided by 266.1 for zawiya minus 1.43 sine hyperbolic li 0.3731 for zawiya 88.57 degrees. The answer should be equals to 1.37 to the power of minus 3 with the angle 90.06 siemens. طيب هذا الجزء الأول من السؤال. الجزء الأخير من السؤال كان مطلوب إن أنا أقارن هذا الـ exact B، يبغانا نقارن الاكزاكت بي مع النومينال البي في النومينال باي. طيب احنا نعرف انه بالنسبه للبي في النومينال فهذه هي ايش قيمتها اللي هي قيمه الزي كابيتال زي، فالبي نومينال equals to what capital Z اللي هي عبارة عن إيش small Z في ال L اللي هي إيش ال small Z كانت أحاول أخذها nice مضروبة في 300 اللي هي كيلو. الناتج في النهاية حيطلع معايا ايش 99.3 والزاوية 87.14 ايش اوم. طيب الآن طالما انه هو مطلوب المقارنة فاحنا خلينا نقارن بين البي اللي قال عليها في الاكزاكت وبين البي اللي احنا جبناها في النومينال، هل في فرق الآن ولا لا؟ طبعا يس في فرق. الفرق ما بين الزاوية انها او عفوا القيمة انها 97 وما بين القيمة انها 99 في ذاك الفرق، في ما زال في فرق احنا ممكن يفرق معنا، خصوصا ان احنا بنتكلم الان على 300 كيلومتر. طب لو تكلمنا على 400 كيلومتر 500 كيلومتر الفرق هذا راح ايش يبدا يزيد، وبالتالي انا راح تطلع معايا نتائج مختلفة، نتائج غير صحيحة. بالنسبة للزاوية يمكن الزاوية ما في ذاك الاختلاف، لكن كقيمة في اختلاف. القيمة الآن لو حسبناها من ناحية الفرق يطلع تقريبا 2%
و 2% is not okay. أنا اللي حطيت البرسنتج على اللي صار، هي ما هي عملة. تقريبا في فرق 2%. عشان كده احنا لما يكون الترانسميشن لاين لونج ما ينفع نتعامل معاه بطريقه الابروكسيميت، ما ينفع اتعامل معاه بالنومينال باي، يحتاج ان انا اتعامل معاه بالايكويفالنت باي، يحتاج ان انا اتعامل معاه بطريقه اللي هي الاكزاكت اي بي سي دي بارامترز. الان بمجرد ان احنا قدرنا نحصل على قيمه الاي بي سي دي، لو افترضنا انه احنا بنحل السؤال السابق وكان بدل ما انه طول اللاين كان نتوقع 200 او 250 كيلومتر، لو افترضنا انه كان لا 300 كيلومتر، اول ما حنبدا في الحل باننا احنا نوجد الاي بي سي دي بطريقه الاكزاكت. بعد كده كل شيء تقريبا مطلوب من عندي في السؤال نفس الشيء اقدر اسويه هنا، خلاص لان انا عندي الاي بي سي دي بارامترز، انا هذا اللي احتاجه. بمجرد ان انا عندي الاي بي سي دي بارامترز وقدرت اعرف ايش هي الفولتج ريسيفنج والكرنت ريسيفنج اند، اضرب الاي بي سي دي ماتريكس في الفي ار والاي ار عشان اقدر احصل على الفي اس والاي اس. وبكده احنا عرفنا العلاقه بين الكرنت وبين الفولتج بالنسبه للسندنج اند والريسيفنج اند، ولقينا انه معلوميه الاي بي سي دي جدا مهمه، هي اللي حتعرف هي اللي حتعطيني صوره واضحه كيف الفولتج بيطلع وبينزل وكيف الكرنت بيطلع وبينزل. الاكزامبل اللي فات شفنا الفولتج والكرنت كيف اتغيروا، الفولتج ممكن يكون طلع ممكن يكون نزل، الكرنت ممكن يكون يطلع ممكن يكون ينزل، يعتمد. وبكده احنا الاسبوع هذا خلصنا جزئيه من العلاقه او بين الفولتج والكرنت، وشفنا اللي هي طريقه الاي بي سي دي بارامترز. بكده احنا خلصنا هذا الاسبوع، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم واحنا بناخد تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع. ومع السلامه.